الله يجود علي وعلى ابو نجا وحياكم الله يا شباب. وش دخلك انا وابو غازي واحد؟ اسمع الترحيبه مالكم لزوم. كيف وش دخلنا؟ انا معشش سهل ولا انت مخلد؟ ها الخشره هذه تراني ما دانيها من يوم من صغير، الرجال يصير مشهل بحاله. ولد هذا مدير اعمالي. نعم مدير اعمالك. وش دخل انا ابو غازي واحد؟ اي نعم ولد ابو غازي رصيد تعدى 10 مليون انت وياه واحد. الله يجعلها الله يجعلها تعشر في راسك. دور لها واحد الغالي. والله انك بكره تسوي العشاء. والله العظيم والله لا تسوي العشاء. ورفيقي هذا رفيقك هذا يمثل نفسه، انت مورنا فعلك. فعلي لو اتاكلكم على فعلي ما رحت تبي. ابشروا بالعشاء والعلوب الغالي وكل خير. كفر بكره هلا. ما انا غير عشاك. عشاك متى؟ يجعلك ظل عشاء. اسمع الكلام يا رجل، حنا الله جامعنا وعيال عم ورفاقه، نبنذبح وبنصلخ وبناكل زال النحيين وليمتنا الله يرحمنا. ما ترفعونها عن شيء. دنيا ما فيها الا الوناسه يا بن عون. الوناسه ما بها يدور ما يدور. وتشوف الرجال هذا الحفراوي إيه؟ والله انه وهو ابوه وعمان اهل كرم من يوم انهم صغار، وان خابرينهم ربعنا ورفاقتنا وسبعين عام والله يا ابو نجا. ومدير اعمال ومدير اعمال مخي. وبعدين يا ولد فيهم بركه في العمر. يعمرون يعمرون يا ولد. بعدين انتاجهم كله عيال 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 عيال. تشوفهم يوم يدخلون كل واحد وراه عشره ما شاء الله تبارك. يدق 100 قاعدين له. انا ها والله تعش